البهارات، عايزة أعرف الخلطة بقى بتاعتك. كل راجل حليوة يتصور وبيطلع معاكي بعد كده يلمع، ولاقي إيه البنات بتجري وعايزين اللي حبيته نادين الجيم، خلطتك إيه؟ إن يعني هم يعني معتصم النهار بيمثل في سوريا بقاله كتير، أول ما حبيته نادين الجيم خلاص الدنيا كلها بتجري وراه دلوقتي، والستات كلها عايزة حبيب نادين الجيم. تيم عبد قصي، ايه اللي بيحصل في اللمعان ده او الوهج ده؟ قولي لي الخلطه. هل بيسق بذوقي؟ ايوه، بقول لك نجيب الجيم الحلوه دي بقى لما تحب ده يبقى عارفه تختار. عسلمتهم كلهم، شباب حلوين وكاريزما ومحترفين، وفعلا تجربتي معهم كلهم تجربه كانت كثير ناجحه وحلوه. بس لما بيكون في شريك وشريكه صح عندهم مستوى عالي بالشغل، في محبة بيناتهم، في كيمستري حلوة على الشاشة، حتى ورا الشاشة بده يبين عند الناس. ولما كمان حدا بيكون بيحب نجم وبيتابع له أعماله رح يحب حتى الأشخاص اللي معه، وهيدا شيء بينطبق على اثنين، إن كان أنا وإن كان هني أكيد. فنحن بنكمل بعض، بناخد ومنعطي من بعض. ده أنا كنت في دبي لقيت معتصم البنات هتقطعه، قلت له ما أنت من الله يحمي. قبل المسلسل كنت بتدخل عادي يعني، خلاص حبيتك نادين جيم اللمعان عمل. طب يعني لو قلنا بقى بمناسبة 5:30 واسم المسلسل اللي هعرف منك ليه 5:30 وده موعد غرامي ولا ايه؟ الخمسة، هناخد الخمسة ودينا انا النص بقى، الخمس رجالة اللي تعاملتي معاهم. يعني يمكن طلع قصي في برنامج قالوا له تشتغلت مع سلاف واشتغلت مع نادين، قال سلاف بتشبهني في الدراسة وان احنا درسنا الفن سوا واكاديميين يعني، انما انا ونادين قدرنا ان احنا ننجح ونوصل للناس. انت بقى السؤال بالعكس مع يعني مش هقول قصي ومعتصم، هفتح للخمس رجالة بما اننا في 5:30، اديني النص بقى، مين اللي شبهك، مين اللي نجحتي معاه، مين اللي حسيتي بوهج، مين اللي بيشبهك في الخمس رجالة دول؟ شوفي انا تكون منصفة، انا اشتغلت مع يوسف الخال ببدايته، عملنا شغل كتير حلو، الثنائية كانت كتير حلوة واستثمرناها بمسلسل لو. بعدين عملنا تشيلو كمان كان مع يوسف الخال، وبعدين كمان كان موجود معنا النجم تيم حسن. خلصنا تشيلو، كفينا أنا وتيم، عملنا عملين نجحوا كتير، نص يوم والهيب الجزء الأول، وعملنا شغل كتير حلو على الشاشة والناس انغرمت بهالثنائية. اليوم نحن خلصنا، جات عملت مع عابد فهد، حبونا كمان بمسلسل طريق. فأنا جات عملت مع قصي كمان حبوني مع قصي، ورجعوا حبوني مع معتصم. دي معادله صعبه، بيحبوكي مع رجلين في وقت واحد يعني. هني ليش احترت؟ انا اللي احترت. انا بسال حالي مع مين ارتحت؟ ما بعرف، بقول لك ارتحت معهم كلهم، بقول لك انه كل واحد كان في له خصوصيه معينه بالثنائيه هيدي، يعني ولا ثنائيه بتشبه الثانيه. وانا مبسوطه اني قدرت اعمل ثنائيات هالقد ناجحه مع كذا نجم، وهالكيمستري توصل للناس، لانه منا هينه، لانه هن كمان بيمرق معهم كثير نجوم نجمات، وانا كمان رح يمرق يمكن بعدين معي. بس تقدري انت على طول انك من وراء كيف بدي اقول لك، يعني لما بتكوني انت محترفه شغلتك اليوم تقنع الناس. يعني لما جوليا روبرتس عملت مع طليقه فيلم ما حدا صدق، يعني صوروا مع بعض وهن مطلقين ما صار لهم زمان. هيدي نحن لازم نعملها، يعني بدنا نفصل الاشياء عن بعضها ونجي نقول نحن بدنا نعمل ثنائيه حلوه، بدنا نقدم عمل حلو. وانا بفتخر بهالاعمال اللي قدمتها مع هالنجوم الكبار، لانه لكن مفيش واحد فيه كيمياء اعلى يعني. يعني حسيتي ان هنا بيشبهك زي ما قال قصي انه سلاف بتشبهه اكتر، مين اللي كان في الخمسه بيشبهك اكتر؟ هو بدك للصراحة، بما أنه أنا يمكن أكثر شخص لعبت معه أعمال هو النجم تيم حسن، فبقلك أنه تعودت عليه أكثر، لأني أنا اشتغلت معه ثلاث أعمال ورا بعضهم فحفظته، يعني هو حفظني حفظته بعض. وكتير كان التعامل حلو، يعني بيمون علي وبمون عليه، وهيك يعني من حب المشهد يعني.
بنجي بنعمل بروفا بيقول لي كذا، بقول له يعني عرفتي هيك الشراكه كانت كثير حلوه بصراحه. وانا تعودت عليه لاني اشتغلت معه 3 اعمال كمان. ربنا اعطيتك.